السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الكوتش أمل ديب. اليوم فكرت أنني نتقاسم معكم واحد الطاقة إيجابية. اليوم كنقول علاش الشباب ما يفكرش أنه يطور حياته ويعاود ويبدأ من جديد. كيفاش غيدير هاد الشيء هذا؟ غادي تكون بعد أول حاجة عنده الرغبة. أنا كنتكلم مع الناس اللي عندهم الرغبة، عندهم الطموح، عندهم العزيمة والإرادة القوية اللي في هاد المواصفات. مرحبا به عندي باش نقول له شنو يدير. و يعني الاحتياج هو أن هاد الشخص اللي فيه هاد المواصفات ولكن يعني ما استطاعش أنه يكمل القراية ديالو. فهنا غادي نهضر في الموضوع ديال الدروس، شهادة الدروس الابتدائية وشهادة الدروس الإعدادية، يعني السادس ابتدائي والثالثة إعدادي. كتعرفوا بأن الوزارة دارت هاد فتحت هاد الفرصة للناس باش يعاودوا يقراو. إذا هنا غادي تسجلوا يعني عبر البوابة الإلكترونية، هذا موضوع ممكن نشرحه من بعد. يتسجلوا في البوابة الإلكترونية، يوضعوا ملف الترشيح ديالهم في المديرية الإقليمية اللي كتكون تابعة لمحل السكن ديالهم، وكذلك غادي يدفعوا الطلب ديالهم تما، وغادي يقراو ويدوزوا الامتحان الاول ديال السنه والامتحان الثاني. وطبعا هذا الشيء غادي نواكبه شخصيا، وغادي نواكب معهم الدروس، وغادي نقدم يد المساعده في هذا المجال هذا. اذا كنتكلم مع الاشخاص اللي باغيين يكملوا قرايتهم بالرغم من السن ديالهم، كي يقول لي كبيره نقول له حتى حاجه ما كتكبر على القرايه، مدة انقطاع تكون كبيرة لا مشكل، خرجتي من قرايتك بسبب ظروف عائلية، ظروف شخصية وندمتي عليها. والأهم في هذا الموضوع هو أنك تكون ندمتي. عندك مثلا مشاكل عشتيها وجعلتك أنك مكملتيش القراية ديالك، باقي عندك الحل. بغيتي تدفع التكوين المهني، بغيتي تدفع البيرمي، بغيتي تدفع لأي مجال اللي كيحتاج فيه هاد المستويات الدراسية، السادس ابتدائي أو الإعدادي، فكنقول لك مرحبا، انت في المكان الصحيح. عندك حلم انك تشد الباك، لان كل شيء كيطلع درجه درجه، غتشدنا السادس، غتشدنا الثالثة اعدادي، وغتدفع لنا الباك وغتمشي للجامعه، ومن الجامعه تقدر في الجامعه تشد الاجازه، ومن الاجازه غتاخد الماستر وتدفع الدكتوراه، وعلاش لا، وكل شيء قريب عند الله سبحانه وتعالى. يكفي ان يكون عندك الرغبه كما قلت لك في الاول والطموح، ويكون عندك العزيمه والاراده القويه. اذا هذه امنيه ممكن انك تحققها، جميع الامنيات اللي كنبغيوها الله سبحانه وتعالى قادر انه يحققها لنا. خاصة تكون عندنا الرغبه بان احنا نحققوها، وتكون عندنا الرغبه في النجاح، يكون عندنا هذا هدف ونخططوا له ونديروا في عقلنا ونحاولوا نطبقوه طبعا بالعمل وبالاجتهاد، لان حتى حاجه ما كتجي هكا. اذا هنا نقول لكم حتى حاجه ما فاتكم، العمر ما هوش حاجز قدام القرايه، العمر ما هوش حاجز امام النجاح. كلنا ممكن نمشيو في هذا الطريق، كلنا ممكن نحققوا النجاح، كلنا ممكن نحققوا الامنيات والرغبات اللي كنا كنبغيوها، ولكن ما كانش استطاعه او لما كانت الظروف ما جعلتش الامنيات ديالنا تتحقق، فحان الوقت اللي بغيتي تحققها. اذا النجاح متاح للجميع، الشخص الوحيد اللي يحرمك من النجاح هو انت او انت. الا ما بغيتوش تنجحوا عرفوا انكم انتما اللي ما بغيتوش تنجحوا، اما النجاح فاتح يديه على مصراعيه وتقول لكم تعالوا انا مستنيكم. نتمنى ان شاء الله ان كلامي يقنعكم. اذا كنتم مقتنعين بكلامي نكملوا الكلام من نهار اخر، فيديو اخر، ومعكم الكوتش أمل.